بعد أن استثمروا في المجال الفلاحي في شعب استراتيجية لتحسين الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد، متعاملون اقتصاديون حاضرون في منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية لإبراز قدراتهم وبحث فرص استثمارية أخرى. الاستثمار درك هو استثمار في التحويل، خاطر من المنتج للتحويل للتصدير. هاد لا تريونغيلا راح تنقص تقلص من الاستيراد. كل شيء يجي في الصحراء، الماء موجود والاراضي موجود والشمس موجوده، يعني هذا يخلي جميع الزراعه يعني الصناعيه تكون يعني التحويليه، لا من جهه القمح، لا من جهه الذره، لا من جهه الطمور. ما نحتاجوش دعم مادي ولا حاجه، نحتاجوا المرافقه. احنا قادرين، عندنا امكانيات ان شاء الله نمشوا بعيد في الاستثمار تاعنا. احنا نطلبوا من الدوله تكون مرافقه لنا المستثمر، تسهيلات في البيروقراطيه، في الكهرباء. إنجاز مشاريع في مجالات الاستثمار الفلاحية والصناعات الغذائية يتوقف على القدرات المتوفرة وآليات التسيير المتاحة وإزالة العراقيل. التسهيلات موجودة بإرادة سياسية، لكن تفعيلها في الميدان ينبغي أن نضع ميكانيزمات لمتابعة هذه التسهيلات، لأنه ما يخفاكش باللي الاستثمار الفلاحي ينبغي أنه يتعامل مع عدة قطاعات، أنه فيه كل القطاعات، القطاعات هذه يجب أن تكون في نفس السرعة، في نفس الاتجاه، وينبغي أن نحصن وأن نبتعد عن الممارسات السابقة، عن البيروقراطية، وأيضا نديره بشفافية أكثر. الاستثمار في الفلاحة وفق مقاربة جديدة بعيدا عن العراقيل هو ما تهدف إليه خارطة طريق القطاع لسنة 2020-2024، ليبقى تحقيق النتائج ميدانيا مرتبطا بمدى التزام الجميع لتجسيد مشاريع استثمارية ناجحة.